عايزين يدخلوا كمية سلاح رهيبة من بره. مروان اللي قال لي وقال لي ان اللي متولي الموضوع ده عضو من مكتب الارشاد. واحنا كل ما نجري ورا عنصر نوصل لنفس النقطة عندهم. بس تمام يا مصطفى، احنا نفسنا طويل. وانا اللي كنت فاكر هتنقل سينا، هتلاقيهم عايزين يمشوا لي خالص. يا زكريا انت في سينا كنت هتبقى اخطر عليهم 100 مرة. يا اخي انا بحب المكان ده قوي. بعيد عن الزحمة والدوشة. وانا وانت ومروان بنتقابل هنا بقالنا قد ايه؟ 3 سنين ها؟ أربعة. 4 سنين يا زكريا. مروان ما عرفنا على بعض 2008. طب والله كويس إن احنا لسه بنتقابل. البلد كلها كل واحد مخاون التاني. كل واحد بيخدم البلد في إطار عمله. حتى لو ضد الموجة. أهو جه. عربيته. ازيكم يا رجاله؟ ازيك يا مروان؟ ايه البرد اللي احنا فيه ده؟ تلج. تلج. ازيك يا زيكو؟ ازيك يا درش؟ عامل ايه؟ الحمد لله. لسه كنت بحكي لزكريا على السلاح اللي عايزين يدخلوه البلد. يا ريت هتيجي على السلاح وبس، ده في ناس كتير جايين من كذا بلد عايزين يعملوا ميليشيات. مش هيسكتوا غير لما يعملوا حرب اهليه، الناس تمشي تقتل في بعض في الشوارع والسلاح يبقى مرمي في كل حته. الاخوه الجديده بقى. ايه؟ العفو الرئاسي. طب وايه الجديد في ده يا مروان؟ انتوا عارفين طبعا خيرت الشاطر ما هينعم عبد العاطي كانه عنصر اتصال ما بين مكتب الارشاد والرئاسه. اتفضل يا اخي. كل يومين ثلاثة بقى يعملوا له قوائم عفو جديدة. العفو الرئاسي ده. بتطلع كشوفات من مكتب الارشاد فيها اسماء. الكشف بيبتدي باسماء عادية. بس بعد كده بقى بتلاقي فيه اسماء من عناصر جهاديه وتنظيمات واسماء متورطين في اغتيالات سياسيه وقضايا ارهاب. عفو رئاسي مدروسه الاسماء بتاعته. دول كده قنابل موقوته وسط المصريين. محدش هيعرف يميز بينهم وبين الناس العاديه. كل واحد منهم ممكن يعمل كارثه ونقعد احنا نلف حوالين نفسنا عشان نوصل. بس تمام. هنفضل احنا العفاريت اللي بتخوف اي حد ناوي على شر ويعملوا لنا 1000 حساب في النور قبل الظلمه.